بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم 3 كانون الأول، وبرعاية السيدة أسماء الأسد، وبالتعاون مع جامعة دمشق، أقامت المنظمة السورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة آمال احتفال تحت شعار مستقبلنا أمانة، لتقديم أداء فني وإظهار قدرات الأشخاص ذوي الهمم من خلال فقرات مختلفة. وبيهدف الحفل للتوعية عن الكشف المبكر لنقص السمع وزيادة الوعي بأهمية دور المجتمع تجاه ذوي الهمم. احتفالية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لأنه في دفعة من الماجستير من طلابنا بكلية التربية اللي تعاوننا مع منظمة أمل لتخريجهم بمجال تقويم الكلام واللغة، ممكن في على السمعيات لا أعلم بها. نحن بوزارة الصحة الحقيقة انطلقنا من عدة سنوات بإنشاء مراكز للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية. بدأنا بأربع مراكز، استكملناها بمرحلة ثانية 6 مراكز، والآن ومن خلال اتفاقية تم توقيعها عام 2018 مع منظمة آمال تم زيادة عدد هذه المراكز ليصير 16 مركز، أي كنا ب 6 مراكز تم إضافة 10 مراكز لهم. تم افتتاح الحفل بالنشيد العربي السوري يلي أداه كورال ألوان بقيادة المايسترو حسام بريمو. بعدها كان في كلمة لممثل مجلس أمناء منظمة آمال الدكتور علي تركماني. على خشبة المسرح تم تقديم مشهدين مسرحيين، الأول لأطفال المركز التربوي للإعاقة السمعية، والثاني لأطفال مركز التوحد، لتسليط الضوء على دور المجتمع بمستقبل الأشخاص ذوي الهمم. وتم اختتام الحفل بتكريم طلاب الماجستير السادس بتقويم الكلام واللغة، وطلاب الماجستير الثالث بعلوم السمعيات. هلا هو أكيد كتير مبسوط بوقفة المسرح، مبسوط بالأغاني، مبسوط بتجربة إنه عم يتعلم ميوزك، كتير شيء حلو. موضوع الإيقاع، موضوع التدريب بالبيت وخصوصي مع أخته، فهي كتجربة عم أقول لك شيء كتير حلو. المشاهد المسرحية يعني مشهدين مع أطفال التوحد ومع أطفال الإعاقة السمعية، فيهم مسج هو توعية لخصائص هدول الأطفال، وفي مشهد سمعية بيظهر لنا معاناة الأهالي والأطفال مع السماعات وخوف الأهالي على الأطفال وعلى سماعاتهم. بعدها كان في معرض فني لأطفال المنظمة من مركز التوحد والمركز التربوي للإعاقة السمعية تحت عنوان فصول، يلي عبروا من خلاله بألوانهم وريشهم عن الفرح والأمل يلي ساكن جواتهم.